السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعاً ومبارك عليكم الشهر الكريم، جعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه وعاده الله علينا وعليكم أعواماً مديدة. معكم الطالبة ود أحمد عبثاني، طالبة علاج علل النطق والسمع من جامعة الملك سعود. نيابة عني وعن زميلاتي أشكر كل من حضر معنا اليوم، وحضوركم معنا اليوم دليل على حرصكم وأمانتكم تجاه أبنائكم، ممتثلين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فشكرا لتلبيتكم هذه الدعوة وحياكم الله. طيب، دائما نلاحظ أن تعلم الأطفال الكلام يكون على مراحل مختلفة. كيف بعرف إذا كان طفلي متأخر في الكلام أو يعاني من مشكلة لغوية؟ موضوعنا اليوم راح يكون عن هذا الشيء، بالتحديد عن التأخر اللغوي. للأسف في كثير أخطاء شائعة ونصائح غير صحيحة، واللي ما لها أساس علمي فيما يخص الأطفال متأخرين لغويا. عادة إذا الأم حست أن طفلها مو قاعد يتواصل ويتكلم زي الأطفال الباقين، تروح تسأل الأمهات اللي حولها، وهنا يجي الرد الخاطئ: ما عليك، استني عليه، عطيه وقته، عطيه فرصة، الولد لسه صغير، شوفي عمه، شوفي خاله، شوفي أبوه يوم كان بعمره كان ما يتكلم، وعادي شوفيه الحين طبيعي ويتكلم ويسولف. ما في شيء اسمه استني عليه لسه صغير، لأن الطفل يكون مرحلة مهمة وهي مرحلة اكتساب اللغة. في هذه المرحلة يكتسب الطفل اللغة بشكل أسرع، فإذا ما تم التدخل مبكر في هذه المرحلة الجوهرية ممكن يأثر هذا على الطفل. فاليوم إن شاء الله رح نتعلم معلومات أساسية وبسيطة مهم إنك كأم أو كأب إنكم تعرفونها. بشكل عام لازم أعرف إيش يعني تأخر لغوي. أنا ليش لازم أهتم بتطور اللغة؟ كيف بتأثر على ولدي أو بنتي؟ عشان أقدر أتصور ولو بشكل بسيط حياة طفلي كيف بتكون إذا أهملت اكتساب اللغة عنده. وبناخذ بشكل عام ولمحة بسيطة عن العوامل اللي ممكن تسبب هذا التأخر، وبعدين راح يجينا السؤال المهم اللي هو متى ووين أتوجه للمساعدة، وأخيراً كيف أقدر أحفز عملية اكتساب اللغة عند طفلي عشان أحافظ على تطوره وأصير منتبهة له من البداية. أحب أنوهكم أن نستقبل الأسئلة خلال المحاضرة، والإجابة عليها راح تكون مع ضيفتنا الأخصائية حلا الميموني. الرابط راح يكون موجود في الشات، أو ممكن تصورون هذا الباركود تكتبون فيه أسئلتكم. طيب، راح نبدأ بأول محور محاورنا لهذا اليوم اللي هو التأخر اللغوي. إيش يعني التأخر اللغوي؟ التأخر اللغوي لما تكون قدرة الطفل على الكلام أبطأ من الأطفال اللي بنفس عمره. طيب، كيف يتم تشخيص هذا الطفل متأخر بالكلام؟ لما نشوف الطفل مو قادر يتكلم بعمر هو المفروض قادر يتكلم فيه. كيف يعني؟ يعني لما الطفل ما ينطق الكلمة الأولى في السنة الأولى من عمره، يعني وعمره سنة وهو العمر المناسب لهذه المهارة، ويتأخر ظهور الكلمة الأولى إلى السنة الثانية أو أكثر، يوصل عمره 3 سنوات 4 سنوات وتو يطلع كلمته الأولى اللي مفروض طلعها من السنة الأولى. طيب، من المعلومات المهمة اللي لازم تكون محطوطة في بالكم أن تشخيص الطفل بالتأخر اللغوي مو معناتها الطفل عنده إعاقة سواء في المجالات الإدراكية أو الحركية. عندنا نوعين من اللغة اللي هي اللغة التعبيرية واللغة الاستيعابية. إيش يعني لغة تعبيرية؟ اللغة التعبيرية هي إنتاج أو إخراج اللغة عن طريق الكلام أو الكتابة، يعني لما نتكلم. طيب، إيش يعني لغة استيعابية؟ اللغة الاستيعابية هي فهم الطفل للكلام المنطوق والكلمات المكتوبة، يعني لما أكلم الطفل يفهم علي. طيب، ممكن الطفل يكون متأخر في اللغة الاستيعابية، ممكن يكون الطفل متأخر في اللغة التعبيرية، أو ممكن يكون متأخر في اللغتين معاً. كيف يعني؟ ممكن يكون متأخر في اللغة التعبيرية فقط لما يكون الطفل تأخر في اكتساب المفردات واكتساب الكلام، وغالباً إذا صار الطفل متأخر في اكتساب المفردات يكون تطوره بطيء، يعني يكون تطوره متأخر في تكوين الجمل، في التعبير وما إلى ذلك. ممكن يكون الطفل متأخر فقط في اللغة الاستيعابية، يعني يكون تأخر الطفل في فهم الكلام اللي ينقاله، يعني الطفل يرد علي أو يكلمني بموضوع ما له علاقة بالموضوع اللي أنا أكلمه فيه، الطفل مو قاعد يفهم الكلام اللي ينقاله. طيب، ممكن يكون الطفل متأخر باللغتين الاستيعابية والتعبيرية، يعني الطفل ما يتكلم ولا يفهم الكلام اللي ينقاله، وعادة نشوف هذا الشيء مع أطفال التوحد اللي عندهم إعاقة ذهنية وإعاقة في التعلم واضطرابات النمو الأخرى. طيب، أنا ليش لازم أهتم باكتساب اللغة عند الطفل؟ تطوير اللغة عند الطفل هو جزء مهم من تنمية الطفل، فتطوير اللغة يساعد الطفل على فهم ثقافته وارتباطه فيها. فمثلاً إذا اكتسب اللغة راح يفهم إيش يعني السلام عليكم، إذا جاء أحد قال السلام عليكم يفهم أن هذا جاي يسلم عليه. فاكتساب الطفل للغة جزء مهم وأساسي لارتباطه بالمجتمع وفهم المجتمع اللي حوله.
أيضا تطور اللغة يساعد الطفل على التفكير والتعلم وحل المشاكل، وهذه نقطة جدا مهمة، لأن التفكير والتعلم وحل المشاكل مهارات يحتاجها الطفل في حياته كلها، مو بس من الناحية التعليمية لكن أيضا في حياته اليومية. فأيضا عند تطوير اللغة من جزء مهم لدعم قدرة الطفل على التعبير عن مشاعره وفهم مشاعر الآخرين. وفي مقولة: لم يخلق الله المشاعر تكون حبيسة القلب، بل خلقت كي تتجلى بالكلام. فمهم جدا أن يكون طفلك قادر على التعبير عن مشاعره وفهم مشاعر اللي حوله. أخيرا، إذا اكتسب الطفل اللغة راح يصير يتواصل مع اللي حوله، يسولف، يتكلم. فتعلم الطفل اللغة جزء مهم في دعمه على التواصل الاجتماعي. طب كيف تنمو اللغة عند الأطفال؟ أول شيء عندنا مهارات اللغة الاستيعابية تتطور قبل مهارات اللغة التعبيرية. تعرفون أن في أبحاث وضحت أن الأطفال يبدون في تعلم أصوات اللغة قبل ما يولدون، يعني هم في بطون أمهاتهم، ولأن صوت الأم هو أكثر صوت يسمع الجنين. فوقت الولادة سبحان الله يكون الطفل قادر أنه يميز بين لغة أمه واللغات الثانية. مو بس كذا، وضحت الدراسات أن الطفل قادر على التمييز بين مختلف اللغات. فعند الولادة دماغ الطفل يمتلك موهبة غير عادية، أن مثبت أن الطفل يقدر يميز بين جميع الأصوات، وهذا يعني أن في هذه المرحلة يقدر الطفل يتعلم أي لغة يتعرض لها، وبالتدريج يبدأ الطفل يكتشف الأصوات اللي يسمعها أكثر من غيرها، وبالتالي يكون تكون عنده هذه اللغة هي لغته الأم. وكل ما كان كبر الطفل واكتسب مفردات أكثر، كل ما كان جملته أطول، يعني بدل ما الطفل ينتج جملة من كلمتين يبدأ يكون جمل من 3 كلمات 4 كلمات وهكذا. وهذا الشيء مرتبط بالعمر، مرتبط بكمية الكلمات اللي يتعرض لها الطفل. طيب دائما نلاحظ أن البنات أسرع من الأولاد، دائما البنات ما شاء الله عليهم يسولفون وفصيحات غير للأولاد. ليش؟ لو نلاحظ كلنا ألعاب البنات والأولاد، البنت لما تجي تلعب ألعابها عبارة عن إيش؟ تلعب عرايس، تخليهم يكلمون بعض، تلعب لعبة حريم، تلبس عباية، تقعد تسولف. فأغلب لعب البنات يكون فيه حوار، يكون فيه كلام، عكس الأولاد ألعابهم تكون إيش بالعادة؟ يمسك سيارته ويحركها ويلعب، ما تتضمن كلام أو حوارات كثيرة زي البنات. أيضاً كل ما صار الطفل يتكلم ويسولف تزيد عنده الرغبة أنه يكون علاقات، يكون أصدقاء وهكذا. طيب إيش العوامل اللي تسبب تأخر اللغة عند الأطفال؟ عندنا عوامل كثيرة، منها مشاكل في وظيفة الدماغ. طبعاً كلنا نعرف أن الدماغ هو أهم عضو بجسم الإنسان، ووظائف الدماغ كثيرة. طيب وش علاقة الدماغ بالتأخر اللغة؟ الدماغ هو المصدر الأساسي للغة، فأي مشكلة بتكون بالدماغ راح تأثر في لغة الطفل. الشلل الدماغي، الشلل الدماغي هو لما يصير فيه إصابة أو تطور غير طبيعي بالدماغ. ممكن هذا الشلل يصير قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعد الولادة. طيب الضعف العصبي، إيش يعني الضعف العصبي؟ الضعف العصبي مثل اللي عندهم صرع، توحد، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، هذه كلها ترتبط بتأخر اللغة. العجز الفكري، العجز الفكري أو الإعاقة الذهنية هو لما يكون في عجز في وظائف الدماغ والإدراك. في الأطفال اللي يعانون من عجز فكري يواجهون صعوبة في تعلم اللغة واكتسابها. اضطراب طيف التوحد، أطفال التوحد زي ما نعرف يكونوا يواجهون صعوبة أو عاجزين على التواصل والتفاعل مع غيرهم، وهذا أيضا يرتبط بتأخر اللغة. عسر القراءة، عسر القراءة هو اضطراب، اضطراب هذا يكون في النمو العصبي، يعني يصير الطفل يواجه صعوبة في القراءة وفهم الكلام اللي يقرأ. صعوبات التعلم، صعوبات التعلم مثل الأطفال اللي يعني اللي أطفال يعانون من تأخر باللغة يكونون أكثر عرضة أن يصير عندهم إعاقات تعلم مجرد ما يوصلون سن المدرسة، فهذا أيضا مربوط بتأخر اللغة عند الأطفال. مشاهدة التلفاز، هنا ما راح نتكلم عن التلفاز بس، احنا نتكلم عن التلفاز والأجهزة بشكل عام، من جوال، من أيباد، من سوني، كل أنواع الأجهزة الذكية. وللأسف الشديد كثير من الأمهات عشان طفلها ما يسبب فوضى بالبيت أو عشان ما يبكي تعطيه جوالها وخلاص يقعد الطفل على الجوال. طيب أنت يا أم أو أنت يا أب، إذا ما سمعتي صوتك، صوت ولدك بهذه الفترة المهمة اللي هي فترة اكتساب وتطوره باللغة، متى راح تسمعين صوته؟ للأسف ومن واقع تجربة كثير ناس يحكون قصصهم إنه وصلت مع بعض الأطفال يبكون لجو أهلهم يبغون يطلعون من البيت. ليش؟ لأن الطفل بس يبغى يقعد في البيت ويقعد على ستوني ولا على إيباد ولا يطالع تلفزيون، ما يبغى يطلع برا البيت. وكثير أطفال صاروا انطوائيين منعزلين، ما يكلمون أحد ولا يسولفون على أحد، بس ماسكين أجهزتهم قاعدين، وإذا وافق يطلع برا البيت طلع مع جهازه وقعد عليه برضو برا البيت. طيب يعني هل هذا ان نحرم هل هذا يعني ان نحرم الاطفال من الاجهزه وما نعطيهم اياها ابدا؟ لا ابدا، هذا مو منطقي اصلا،
وخاصة في وقتنا الحين، الطفل يشوف كل الأهل قاعدين على جوالاتهم ويصير يبغى زيهم. فالمشكلة مو أن الطفل قاعد على جهازه، المشكلة هي كم الطفل قاعد على جهازه. يعني نعطيه الجهاز بس بوقت محدد، والأفضل لما تعطين الطفل الجهاز تخلينا يلعب وكل شيء، اجلسي جنبه، سولفي معه، اسأليه. فمثلا إذا كان يلعب لعبة سيارات، قولي له وش لون هالسيارة، من أسرع سيارة بهذه اللعبة، خليه يكلمك، تواصلي معه، اسأليه، خذي وعطي معه. طيب تقولين وش علاقة هذا الموضوع بالمحاضرة؟ علاقة هذا الموضوع أن كثرة تعرض الطفل للأجهزة وجلوسه بالساعات أمام شاشة وبدون أي كلام ولا تواصل مع أحد راح يأثر مرة بلغته، مو بس من ناحية اللغة، كمان من الناحية النفسية. الطفل ممكن تتغير شخصيته، يصير انطوائي ومنعزل، ما يبغى يطلع، ما يبغى يقابل أحد، يصير ما يعرف يكون صداقات جديدة، هادي، ساكت أغلب الوقت، ما يشارك اللي حوله بالكلام، وغيرها الكثير من المشاكل. طيب عندنا ضعف السمع. كل ما كان سمع الطفل ضعيف أو متأثر من البداية، كل ما تأثرت عنده اللغة، لأن إذا الطفل ما يسمع كيف بيعرف اللغة؟ كيف بيعرف الكلمات؟ فمهم جدا فحص سمع الطفل، خاصة إذا شكت الأم أن طفلها ما يسمعها وما يستجيب لها. وعادة عادة الأمهات يلاحظون هذا الشيء على عمر الأشهر، لما الأم تلاحظ الطفل ما يناغي، ما يبكي، بس ساكت. ليش؟ لأن الطفل مو قاعد يسمع نفسه. ملاحظات كثيرة الأم تقدر منها تلاحظ ضعفه بالسمع. آخر عاملين عندنا اللي هو اضطراب اللغة التعبيرية. اضطراب اللغة التعبيرية واللي تكون هي حبسة تعبيرية، يعني الطفل يكون طبيعي، سمعه طبيعي، ذكاء طبيعي، كل شيء طبيعي، لكن المشكلة الأساسية تكون بوظيفة الدماغ نفسها، يكون فيها مشكلة. الطفل مو قادر يطلع الأفكار اللي في باله على هيئة كلام، الفكرة موجودة لكن الكلام ما يطلع. قلة التحفيز اللغوي، زي ما نعرف البيئة تلعب دور مهم وأساسي في التحفيز اللغوي عند الطفل، فالطفل يتعلم يتكلم من الأشخاص اللي حوله. كل ما كانت البيئة اللي الطفل عايش فيها تحفز أو تساعد على الكلام، كل ما تطورت اللغة عند الطفل. والعكس صحيح، كل ما كانت البيئة هادئة الطفل ما حد يسولف معه ولا يسمع سوالفه، تتأثر اللغة عند الطفل. شكرا لكم جميعا، الحين بتكمل معكم صديقتي رغد باقي المحاضرة. أهلا جميعا، أنا رغد الصقري، فراح أكمل الآن عن ثنائية اللغة وتأثيرها على تطور اللغة لدى الأطفال. طبعا إلى الآن ما في دراسة تثبت أن ثنائية اللغة تخلي الطفل يتأخر لغويا، أحيانا بنلاقي الطفل ثنائي لغة متأخر، ويعتقدون أن السبب هو تعلمه للغتين، بس الصحيح لو مسكنا هذه الحالة وحللناها بنلاقي السبب هو سبب آخر مش شايفين، مثل تجاهل الوالدين أو العزالة. طبعا لازم نعرف أن عدد ثنائي اللغة بالعالم قاعد يزيد مع الوقت والتطور والأحداث المحيطة، سواء ابتعاث أو هجرة أو غيرها. ولازم نعرف أن ثنائي اللغة ما يتطورون لغتهم بشكل مثالي متزامن، والصحيح أنهم يتعلمون لغتين مع بعض منذ الصغر أو منذ الولادة أحياناً، لكن إلا وما تصير لغة سائدة أكثر من الثاني، وهذا جداً طبيعي عند هذه الأطفال خصوصاً بوقت قبل المدرسة. طبعاً اللغة السائدة تتحدر مقدار المدخلات اللي تلقاها الطفل من اللغتين، يعني إذا صارت مدخلات لغة جداً قليلة في المقارنة مع الثانية، بنلاقي تطور هذه اللغة يضعف، ممكن توصل بعد إنه ينساها. والحل هنا بسيط، هو بزيادة مدخلات اللغة الضعيفة. الاختلافات في تطوير كل لغة سواء كانت طبيعية أو متأخرة بتكون حساسة للعوامل اللي حول الطفل، مثل مقدار التعرض لكل لغة وحالتها الاجتماعية. يعني مو معقولة إذا الطفل عربي ويتكلم إنجليزي وعايشين بأمريكا وكلامهم أغلب إنجليزي والحضانة بعد إنجليزية، تقول الطفل والله متأخر عربي. لا، هنا انت جمعتي عاملين، عامل المجتمع ان الطفل عايش في مجتمع غالبية انجليزي، وعامل التعرض سواء بالبيت معك او الحضانة. في التعقيد بالنسبة للهيكل الصرفي النحوي، نقصد فيها تركيب لغوية معقدة، مثل انك تستخدم قصص القراءة للطفل وهي ما تناسب عمره اللغوي. عشان نلخص هالنقطة، ثنائية اللغة وحدها لا تعتبر سبب للتأخر اللغوي، والطفل في مرحلة قبل المدرسة طبيعي يكون تطور اللغتين غير متوازن، وما يحتاج الى التعرض المستمر لكل الثنتين باستمرار لضمان اكتسابهم الكامل. الفرق بين التأخر اللغوي والتأخر في الكلام. طبعاً اللغة هي تكوين الكلمات والجمل في المخ، والكلام هو طريقة إخراج هذه اللغة في الكلمات والجمل عن طريق النطق. لما يكون الاضطراب في اللغة، يعني مشكلة يا في فهم اللغة أو في التعبير عنها، والاضطراب في الكلام يكون المشكلة هنا في الإخراج، يا خطأ في نطق الصوت أو ما في طلاقة أو خلل في المدة اللي يطلع فيها الكلام أو تغيير في الصوت والحرف. التأخر اللغوي هو تأخر في القدرات اللغوية سواء كانت في فهمها أو التعبير عنها للعمر المفترض لها، زي ما شرحت لزميلتنا ود. يصير الطفل هنا يقدر ينطق الكلمة، بس هنا وش مشكلته؟ ما هو قادر يقول أكثر من كلمتين من بعض. والتأخر في الكلام لما يكون الكلام والنطق هنا هو اللي ما هو واضح، يعني تلاقينه عادي يسولف، يقدر يعطيك جمل وكلمات ويفهم، بس صعب عليك تفهمينه
هنا يصير في قلة وضوح في النطق. وصح في اختلاف بينهم، لكن التأخر اللغوي والتأخر في الكلام ممكن يصير في بينهم تداخل. الأصداء في تأخر الكلام وتعب راح ألخصها في نقطتين. هي ممكن تكون مشاكل صحية في المخ المسؤول عن الكلام، أو مشاكل هيكلية في أعضاء النطق مثل اللسان المربوط، أو حجم اللسان يكون مو طبيعي يصير مرة كبير أو مرة صغير. ممكن لا يكون الطفل عادي يفهم ويستوعب وينطق زين كل شيء، بس يصير عنده مشكلة قلق. هذا الصمت هذا الشيء أسميها الصمت الاختياري. يصير الطفل ما يحكي إلا بالأماكن المرتاح فيها، يلاقيه في المدرسة ساكت، وبجماعات الأهل ساكت، وأي مكان اجتماعي يطلب حكي ساكت، لكن بنشوفه يتكلم ويتواصل عادي في غرفته مع أخوه. الإعاقات الذهنية اللي قد تؤدي لتأخر في استخدام الكلام والإيماءات، بالإضافة لتأخر في جميع جوانب مراحل النمو. اللغة الاستيعابية ممكن تكون مثل ما قالت زميلتي ود، تكون قدرة لغوية طبيعية عن طريق الكلام. الصمت الاختياري زي ما شرحت أنه هو عدم قدرة الطفل على التحدث أو التواصل بفاعلية في مكان اجتماعي معين. وباقي المشاكل الصحية. ننتقل الحين للمهم اللي هي استراتيجيات المحفزة للغة. كيف أنا راح أحفز لغة طفلي من البداية؟ راح نبدأها من لحظة ما يكون الطفل رضيع. في البداية تكلم مع طفلك، خلي الكلام عنون وعفوي، في كلمات وجمل بسيطة، والنطق يكون فيها منغم ومتغير بالنبرة، لأن هذا يساعد على تنمية العلاقة التفاعلية وبالتالي تنمية لغته. إعادة صياغة كلام الطفل. لما يغلط الطفل سواء بترتيب الجملة أو نطقها، يعني مثلا يقول لك روح سيارة جدة، هنا أنت عيدي صياغتها بشكل صحيح وقولي له نروح الجدة بالسيارة، عشان تعززين اكتساب قواعد وبنية الجملة اللغة بشكل صحيح. تكرار الكلمات. لما يصير عند الطفل صعوبة بتقليد كلام الأم، مثلا كلمة حليب يقولها أليب، أنت هنا كرريها على إذنه، تبي حليب الحين أعطيك حليب، يا فلانة جيبي حليب، هذا الحليب حق فلان، وهكذا. التسمية أنك تعطين صفة للكلمة حسب حجمها أو لونها، مثلا زي السيارة الكبيرة، الوردة الحمراء، البرج الطويل، عشان أسهل للطفل يتعرف على شيء أولا بعدين يتعلم يسميه. في تنمية المفردات والدردشة، يصير مع تفاعلك مع طفلك اللي هو حجر الأساس لتحسين البناء مهاراته، لأنه في النهاية بيتعلم عن طريق تقليدك. أعطيه مفردات مختلفة بكل مرة في جمل صحيحة مرتبة، لأن هذا بيساعد على تعلم قواعد اللغة وبعد بالفصاحة. استخدمي أدوات وألعاب تحفز اللغة ومهارات التواصل، وهذا حنا وفرناها لكم في حقيبة جاهزة إلكترونية وتلاقونها بكود في آخر المحاضرة، فيها أنشطة وتطبيقات تواصلية حلوة. كل متواصل خليك متواصل مع طفلك عشان تعطيه أمثلة لاستخدام اللغة في الحياة اليومية وفهم الكلمات المناسبة لكل فعل. مثلا وقت ما تغسلين يدك تشرحين إيش قاعد تسوين، وعلى هالأساس راح يتفاعل طفلك معك وراح يقدر راح يتعزز عنده اكتساب اللغة. الإشارات. هنا الإشارات مهم أن ننتبه أن نستخدمها قبل ما يكون الطفل قادر على التحدث. ليش؟ عشان يعبر عن احتياجاته الضرورية مثل موية والحمام. وقت ما يبدون يتعلمون اللغة هنا ندمج الإشارات مع الكلمات ونطقها الصحيح. في قراءة الكتب وتمثيل الأدوار. تمثيل الأدوار عشان يسمح للطفل باستكشاف خياله، زي مثلا أن تكون المشتري وهو الكاشير أو البائع ودور بينكم حوار بسيط. هنا حاول تدخل مفردات جديدة له، هذه استراتيجية بعد بتساعد الأطفال الأكبر سنين يتعلمون اللغة الاجتماعية، مثل ينتظرون دورهم، إيش المفردات المهم يستخدمها في الحوار، مثل شكراً لو سمحت. بطاقات المفردات والأسئلة هذه موجودة بكل مكتبة، تضمن هذه البطاقات مفردات الشائعة مقسمة حسب الفئات، وكل بطاقة ممكن تضيفين عليها أسئلة مثل نعم لا ماذا وأين، مثال عليها صورة تفاحة، هل هذه تفاحة؟ نعم. هل هذا موز؟ لا. ماذا؟ إيش هي؟ هي تنمو على الشجرة، نشتريها من البقالة، معها فاكهة، وهكذا. طيب متى يستدعي علينا قلق؟ الوالدين الكياء، أنت تعرفين طفلك، تفهمين إيش يقصد لما يأشر، تشوفينه هو يحكي وهو يلعب، تتذكرين إيش سوى إخوانه اللي قبله لما كان بعمره. طبيعي جدا تقارنينه بأطفال ثانيين وتخافين إذا حسيت إنه مو ماشي تمام، من أي ناحية تطورية أو تنموية بالمقارنة مع الثانيين اللي بعمره، سواء كانت لغة أو حركة أو لعب أو حتى فهم. إذا كان في مشكلة تأخر، أول شيء بنشوفه يتصرف الوالدين هو السؤال. راح تبدأ مرحلة تقسيم المعلومات، ونلاقيهم مسؤولين اللي حولهم عن رأيهم، والإجابات دائما بتكون عن الشخص اللي موجود كل عائلة وكل نقاش. مخلينا مثال حي لهذا الموضوع، خبرين فلان هو صغير كان ما يقول حرف،
ولا يمتك. شوفي الحين يلا سكتت، وبنسمع كثير كلمة ما عليك سوى صغير بيكبر بيصير طيب، لكن هل راح تسمعوا لهم باب اسأل مجرب ولا تسأل طبيب؟ في حال كان هذيل الناس على خطأ ما راح يكونون ملامين بالنسبة لك، راح يجيك إحساس الذنب والأفكار إن أنا كان المفروض إني أكتشف هالشيء من وقت مبكر. طيب متى يستدعي عليه القلق؟ غير إنك لازم تعرفين مراحل تطور كل عمر، أحب أقولكم إن عياداتنا مفتوحة لكل استفساراتكم سواء حضوريين أو حتى عن طريق الجوال، ولا تترددون نهائياً، تخصصنا إنه جد عشانكم. الآن راح نعرض لكم بعض المهارات في جدول التطور. بعد بلوغ الطفل 3 شهور تلاقيني أسوي بعض من هالأشياء، إنه يبتسم لشافك، يطلع صوت منغمة، ويبكي بشكل مختلف لحاجات مختلفة، وتلاقينا هادي يبتسم لما تكلمينه كأنه عارفك. بعد 6 شهور راح يناغي معك أو الحالة، ويطلع أصوات ما لها معنى وينغم فيهم، يعبر عن مزاجه باستخدام صوته إذا مروق لما تضايق، يحرك عيونه باتجاه الأصوات، ويجب من بعض الألعاب تطلع صوت، ويستجيب للتغييرات اللي بصوتك إذا نبرتك فرحانة ولا حزينة. في عمر 12 شهر أو تقريبا من السنة، طبعا هذا عمر الكلمة الأولى، شوفه يحاول يقلد الكلام ويردد كلمات بابا وماما، يفهم الأوامر البسيطة مثل تعال هنا، ويعرف كلمات عناصر الشائعة مثل الجواد والتفت لاتجاه الصوت. بعد بلوغ الطفل 18 شهر راح يدرك أسماء الأشخاص والأشياء المألوفين وأجزاء الجسم، وأغلب شيء تكون مثل الراس والخشم، وراح يتبع الأوامر البسيطة المصاحبة للإيماءات. بعد بلوغ الطفل 24 شهر راح يستخدم عبارات بسيطة مثل جوال ماما، يطرح أسئلة مكونة من كلمتين مثل نروح السيارة، ويتبع أوامر بسيطة ويفهم أسئلة سهلة، ويتحدث نحو 50 كلمة وأكثر، ويتحدث بطريقة سليمة تفهمها أنت أو غيرك مقدمي الرعاية الأساسيين، حيث تستطيع فهم نصف حديثة على الأقل. طيب في نهاية محاضرتنا حابين نقدم لكم حقيبة التحفيز اللغوي هدية مننا لكم. الحقيبة هذه فيها أنشطة لتحفيز اللغة مع تطبيقات إلكترونية تقدرون تفتحونها من خلال الباركود هذا. والحين أكيد تواردت على أذهانكم أسئلة كان ودكم تطرحونها، تشرفنا الأخصائية حلا الميمون إجابة على استفساراتكم. أهلا أستاذة حلا، مساء الخير. السلام عليكم. أهلا أهلا مسحلة. طيب وصلتنا أسئلة كثيرة. الأسئلة تتقسم على أنواع مختلفة، منها أسئلة عن اللغة والتأخر. في واحدة تسأل تقول طفلي عمره 9 أشهر وإلى الآن ما يقول ماما ولا بابا، بيقول دادا نانا، مع العلم عنده ضعف نظر وتأخر في الجلوس المشي والحذف، ما مشى إلا وعمره 8 أشهر. السلام عليكم. أول شيء كل عام وأنتم بخير، وشكراً شكراً شكراً على المحاضرة الجميلة. بسم الله عليكم الرحمن الرحيم. ما شاء الله لله ما قصرتوا، معلومات جداً جميلة ومرة واضحة ومرة سلسة. بالنسبة للأسئلة، موضوع التأخر إذا كان عمره 9 أشهر، أول شيء كأخصائية تخاطب يطرب بالي هي أنا أسأل هل تم قياس السمع أو هل أخذتي الأخصائي تخاطب؟ زي ما قالوا البنات، إذا أنت كنت حاسة أن طفلك يحتاج تدخل، ما حد يقدر يقول لك لا تودينه. على عمر 8 أشهر احنا نتوقع ان يكون في كلمات على الاقل توصل 5 كلمات، فاذا كان لسه عنده صعوبه او عنده تاخر زياده يفضل انه تبدين معه لو على الاقل استشاره مع اخصائي تخاطب علشان يعلمك هل تحتاجين او هل في شيء ثاني احتمال يكون السبب مثل مشاكل بالسمع لا قدر الله.
طيب عندنا سؤال ثاني يقول: طفل عمره سنة وستة شهور لما أكلمه ما ينتبه لي، وإذا طلبت منه مثلا يأشر لي على فمه عينه ما يستجيب. سنة وثمانية شهور؟ سنة وستة شهور. هو بصراحة نفس الشيء، إذا كان ما ينتبه ما يركز، إحنا أول شيء يجي في بالنا هو السمع، مشاكل السمع بشكل عام. أما إذا كان ما في أي اضطراب بالسمع، ما في أي مشكلة بالسمع، احتمال يكون عناد، وش طبيعي عند الأطفال، بس للتأكد على الأقل شيك على السمع أحسن من أي شيء. هذا بالنسبة للتطنيش عند الأطفال. طيب تقول واحدة: عندي ولد عمتي ودائما ألاحظ أنه ما يقدر يتكلم إلا لما يكرر الكلمة مرتين أو ثلاث، وش السبب؟ هل له علاقة بالتأخر اللغوي؟ هذه ما أقدر أجاوب عليها، لأنه صراحة المعلومة اللي انعطت ما هي بكفاية أن نشوف صورة كاملة لقدرات الطفل على التواصل. يفضل إذا ما كان ولدها أنها تستشير أمه، إذا كانت الأم ترحب بالموضوع. يعني ولد عمتها شوي أبعد من أنه لو يكون عيال أخوانها، مع ذلك الأم أدرى بمصلحة طفلها، ويفضل أنها ما توتر الأم إذا ما كان فيه شيء يستدعي أنها توتر الأم. بس إذا قدرت تفاتح معها الموضوع بشكل جدا محترم، على الأقل تكون ساعدت الأم أنها تنبهها لشيء بسيط. طيب في واحدة تقول: ابني كمل عامين من عمره وينطق الكلمات لكن ليس بفصاحة ولا يكون جمل، كيف أقدر أساعد على تكوين الجمل وأنه يكون فصيح؟ هل في تمارين معينة أو مع الوقت؟ أول شيء عمر سنتين معناته أصلاً قدراته على نطق الأصوات لسه ما اكتملت، فباقي له لسه وقت حتى يكمل الأصوات اللي لازم يكتسبها، فإنه كلامه ما يكون واضح جداً طبيعي لهذا السن. لما يكتمل إن شاء الله عنده الحصيلة اللغوية والأصوات، إن شاء الله راح يكون عنده كلام أوضح. بالنسبة لتكوين الجمل على عمر سنتين، إحنا نتوقع منهم يكونون جمل مرة بسيطة. طبعاً الدراسات أكثرها متساوية على الأطفال الأجانب ولا هي أطفال العرب، ودراسات تقول إنهم يقدرون ينطقون جملة من كلمتين تكون مكونة أكثر شيء من أسماء ما فيها أفعال ما فيها ضمائر، فعادي إنه الطفل ما يكون عنده قدرة على تكوين جمل معقدة، وإذا هي بتساعده بالعكس جداً جميل. بسم الله عليه، أتوقع إنه طفلها قاعد يمشي بالمشوار الصح حالياً. طيب في واحدة تقول: طفلي عمره سنة ونص فقط وعنده 8 كلمات، هل هذا طبيعي؟ وأيضا لما علمه الألوان وأقول له أصفر يقول يعني فقط يقلد نفس النبرة اللي قلتها، زائد أنه حافظ اللهم بارك كثير من ألحان أناشيد الأطفال يقولها بالضبط لكن بدون كلمات، يقول اللحن بالضبط لكن بدون كلمات. بسم الله عليه الرحمن الرحيم، هي سو كيوت. على عمر سنة ونص وعنده 8 كلمات، شيء ماشي مع الاكتساب اللغة الطبيعي. بس أجين ما في دراسات على المجتمع السعودي، الدراسات كلها متساوية على المجتمعات الغربية، فإحنا نقيس على نفس التطور اللي عندهم، وعادة إحنا نقول 8 كلمات على عمر سنة ونص يتماشى مع الوضع في الخارج. طيب تقول واحدة: ولدي عمره 3 سنوات ما يتكلم من سنة توقف عن تعلم كلمات جديدة، والآن الكلمات اللي يقولها تعلمها قبل سنة. تعال وقف من قبل سنة. Again هذه مو بكفاية صراحة معلومات إني أشوف صورة الطفل أو قدرته اللغوية. إذا هي شاكة وتحس إنه طفلها يحتاج تدخل، ما في أي ضرر إنها تروح تستشير أخصائي تخاطب يشوف حالة طفلها وجها لوجه، ومن نفسه يقول لها شيء خاص باحتياجات طفلها، غير إنها يكون سؤال عام وأنا احتمال أعطيها شيء توجيه ما يكون متماشي مع وضع طفلها الحالي. طيب هذه أسئلة الحين عن مخارج الحروف والأصوات. واحدة تقول: عدم نطق بعض الحروف بشكل صحيح مثل حرف الصاد السين، هل هو عيب أو مرض يحتاج علاج أو هو أمر طبيعي؟ الصاد والسين هو أول شيء على حسب عمر اكتساب الأصوات، فلكل صوت له عمر محدد، وأتوقع الطالبات يقدرون يوفرون لكم سنوات التطور للأصوات أو المايلستونز للأصوات. في شيء ثاني احتمال يكون جزء منه، هو أنه السمع، إذا كان الطفل ما يسمع الصوت فالطفل ما راح ينطق الصوت. الشيء الثاني نفس أدوات التخاطب أو أدوات النطق، إذا كان في عنده أسنانه طايحة، أسنانه مهي موجودة لسه ما طلعت أسنانه الأمامية، لإخراج أصوات السه والصاد بالتمام تحتاجين احتكاك للهواء بين الأسنان، فإذا ما كان فيه هذا الجزء من الأسنان طبعاً الطفل ما راح يقدر يطلع الصوت بطريقة الطبيعية اللي يطلعونها باقي الأطفال. طيب في واحدة تقول: طفلي يعاني من ثقل في اللسان وبعض مخارج الحروف، هل يعتبر تأخر لغوي وهل يستدعي القلق؟ مو لغوي، هذا يعتبر اضطراب في النطق.
إذا كان عنده أصوات ثقيلة بس ما بالمشكلة بالكلمات وتكوين الجمل، فهذا طبعاً شيء يعتبر تحت النطق وليس تحت اللغة. إذا كان الطفل يحتاج شيء، إذا كان عمره وصل اكتساب الأصوات بالكامل، فهنا هو يحتاج تدخل أخصائي تخاطب لمساعدته على نطق الأصوات بطريقة أحسن، بس مو للغة إذا كانت لغته سليمة. طيب، في واحدة تقول لدي طفل لديه مشاكل بصوت الكا والقا والغا، والآن عمره 5 سنوات، هل هذا طبيعي أو يعتبر متأخر جدا وشكرا؟ وصلني السؤال هذا من زمان وطلعت الأعمار حقت الكاف. الكاف 3 سنوات، القا والغا 5 سنوات. إذا كان في شيء احتمال يكون بصوت الكاف، بس مرة ثانية مو كل الأطفال سواسية، ولا هي بكل الدراسات حاصلة على كل السعوديين اللي موجودين، فدفنتلي في أحد مختلف عن الثاني. والشيء اللي كبير يأثر بالطفل هو قد إيش يتكلمون معاه الأهل في البيت، هل أحد قاعد يتكلم معاه بطريقة مباشرة أنه الطفل يقدر يكتسب باقي الأصوات، هل فيه مشكلة بالحاسة السمع عند الطفل أثرت على قدرته لاكتساب بعض الأصوات، هل فيه مشكلة بالنسبة لأعضاء النطق اللي أدت إلى أنه يكون فيه مشكلة بنطق الصوت. إذا هي تحس أنه هذه الاضطرابات بالنطق مؤثرة على كلام طفلها وعلى فهم كلام طفلها، يفضل أنها تودي لهم أخصائي تخاطب. طيب، في واحدة تقول وش العلاقة بين التأتأة والتأخر اللغوي؟ التأتأة والتأخر اللغوي لهم علاقة ببعض بالسنوات الأولى، فمن سنة 3 سنوات إلى 5 سنوات اللي يكون فيها اكتساب كلمات مرة كثيرة، بس يكون الطفل عنده صعوبة بترتيب الكلمات بالمحتوى اللغوي اللي موجود عنده بالدماغ، فلما يجي الطفل يتكلم يدور الكلمة لفترة مرة طويلة، فهذا الوقت اللي ياخذه عشان يدور هو يعبيه بكلمة آآآآ أو أم 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 أو طيب طيب طيب. فالأهالي يحسبونه التأتأة المرضية، وهي شيء إحنا نسميه التأتأة الطبيعية بسبب نمو اللغة في هذا الوقت، فعنده حصيلة لغوية مرة كثيرة مهبة مرتبة بدماغه، فلما يجي يحاول يسترجع الكلمات ما يقدر يلقي الكلمة الصح فيبدأ يتأتأ الطفل. إذا وصل الطفل عمر 6 سنوات ولسه مر عليه سنة لتسي 7 سنوات وهو لسه مو بقادر يطلع كلمات بدون تأتأة، هنا احتمال أنه التأتأة تكون اضطراب وليس فقط بسبب نمو اللغة في هذاك الوقت. فإذا كانت بين سنة 3 إلى 5 سنوات إحنا نعتبرها التأتأة الطبيعية، ما بعده احتمال أنها تكون اضطراب في التأتأة يزود. طيب، في أسئلة عن التأتأة. أول واحد يقول هل التلعثم والتأتأة لها جانب وراثي؟ لها جانب وراثي، ما هي بالسبب الوحيد ولا هي بمثبت أنه السبب الوحيد للتأتأة، في أسباب ثانية كمان تؤدي إلى التأتأة، بس إذا كان في أحد من أفراد العائلة عنده تأتأة احتمالية أنه الأطفال يكون عندهم تأتأة تزيد، وتزيد أكثر عند الأولاد من البنات. طيب، في واحد يقول أحد أبنائي عمره 8 سنوات تقريبا عنده تلعثم بالكلام، عندما أردت أن أعرض على الطبيب قالت جدته اتركه إذا كبر يتحسن زي عمه، هل هذا الكلام صحيح؟ زي ما قال البنات بالمحاضرة، أنتم أهله وأنتم أدرى بمصلحته، فإذا أنتم حسيتوا وطلعت ببالكم فكرة أنه يفضل أني أوديه لأخصائي، أنتم أدرى، وما في أي ضرر من الواحد يستشير، مو لازم يكون في تدريب إذا كنتم خايفين أن الطفل يخاف من الموضوع أو يأخذ الموضوع بطريقة نفسية أو تأثر فيه نفسياً، على الأقل استشيروا، ناظروا كيف الواحد يقدر يتصرف مع هذا الوضع، إيش الأشياء اللي هو يقدر يسويها عشان يساعد طفله على الكلام، أحسن من أنه بس نسكت ونغبي والموضوع يزيد عن حده واحتمال يصير مشكلة أكبر مما كانت في البداية. طيب، في واحد يقول ابني عمره تقريبا 12 سنة إذا تكلم في المنزل يكون تمام، ولكن عند الغرباء يبدأ يتأتأ، هل الغرباء ناس يعرفهم، ناس يخاف منهم، مع أصدقائه كيف يتكلم؟ يعني هذه صراحة again ما هي بكفاية أني أكون نظرة كاملة للطفل، بس التأتأة بشكل عام إذا كانت من جد مشكلة هي تبين بطولها حدة التأتأة، العلامات المصاحبة أو الثانوية اللي تجي مع التأتأة أنه يمط الشفة، أنه يصير فيه رفع الكتفين، يصير فيه علامات تبين لك أنه هذا مو فقط توتر، أنه اضطراب فعلي. وإذا كانت هذه المشكلة يفضل أنه يروح لأخصائي أحسن من أنه يترك الموضوع يتفاقم على حده. طيب، في واحد يقول وش أسباب التأتأة؟
في أسباب كثيرة للتأتأة، احتمال تكون وراثية، احتمال يكون اضطراب في الدماغ، لا قدر الله حادث صار في المكان اللي يساعد على الكلام يكون ناعم وسلس هو اللي راح، أو صار فيه الجلطة أو صار فيه الاضطراب، فالإنسان فقد قدرته على أن يكون حديث سلس. وفيه شيء معروف عندنا إحنا في المجتمع، أو سوري في التخصص، أكثر من اضطراب عندنا لسه مو بعارفين السبب حقه، لسه ما حد يعرف إيش الموضوع. واحتمال يكون التأتأة اللي جاية من التوتر، زي أي واحد فينا لما يجي يسوي محاضرة قدام مجموعة من الناس يبدأ يتأتأ. طيب، في واحد يقول عندي ولد عمره 4 سنوات بدأت معه التأتأة ويسرع بالكلام كأنه متوتر، وديته أخصائي تخاطب، أوله جلسات فهمناه يتكلم ببطء بس بدون نتيجة. الآن عمره 8 سنوات وما زال يسرع ويتأتأ، ولما ننبه عليه بهدوء يعيد كلامه يزعل ويقول خلاص نسيت وش بقول، يا أني أتكلم بسرعة وألحق أعلمكم وش أبي، يا أني بنسى، علما بأنه عنده أخو توأم وأخوه طبيعي جدا. أول شيء يفضل ما تقارنون الطفل بأخوانه، خصوصاً إذا كان شيء هو حساس منه ومبين أن الطفل متحسس من الموضوع. وبالنسبة لعلاج التأتأة، هو مو فقط تنبيه، كويس أنه كان يأخذ جلسات. هل كان في فائدة من الجلسات؟ هل لما كان يطبق النصائح أو التدريبات اللي كان يأخذها في الجلسات هل تحسن مع طريقة الكلام؟ والحين رجعت مرة ثانية زادت التأتأة لما وقف؟ فإذا كان هذا الموضوع يفضل أنه يرجع مرة ثانية للتدريبات عشان يساعده أنه يكون كلامه سلس أكثر. بالنسبة للتأتأة هي تدريب على أنه الواحد يعرف متى تبدأ معاه التأتأة، كيف يهدي كلامه، كيف يرخي عضلاته عشان تطلع معاه الكلمة سلسة أكثر. هذا اللي أقدر أقول بدون ما أصير شفت الحالة بنفسي. طيب، في واحد يسأل يقول وين أقدر ألقى أخصائي النطق اللغة تخاطب في المراكز أو المستشفيات؟ أتوقع الطالبات يقدرون يفيدونكم، وإن شاء الله بالحقيبة اللي جهزتوها لهم راح يكون في لهم طرق تواصل، صحيح؟ إن شاء الله راح ننشر مواقع أخصائي النطق والتخاطب في المملكة كلها. Thank you. طيب، في باقي 3 أسئلة، اللي هو العمر المناسب لإدخال بنتي الحضانة لتحفيز مهارات التواصل لديها. سو بالنسبة للعمر متى يدخلون الحضانة أو الروضة؟ بالنسبة للروضة متعارف عليه عالمياً 3 سنوات وعلى حسب شروط المدرسة. للحضانة اللي هو تكون من قبل عمر 3 سنوات على عمر 2 وأقل احتمال، يختلف. إذا تبغين اللي يتطور معاها هو اللغة، فلازم تكون حضانة توفر مسار تعليمي أو توفر حصص تعليمية. أما إذا كانت بس حضانة بينتبهون لهم يمسكونهم على مبال أنت في الدوام، ما راح يكون في فرق صراحة عن قعدتها بالبيت. طيب، في أم تقول، في واحدة تقول ما الحل مع الأم اللي ما تشوف أن طفلها عنده تأخر نطق لكن هي مو مقتنعة؟ إذا الأم هي مقتنعة، إذا أنت ما الشخص اللي ما كان يسأل السؤال ما كان الأب، فما أتوقع أنه له حق أنه يأخذ الطفل ويغصبه أنه يدخل للمكان. مهما كان الأهل كالأم والأب هم أدرى بمصلحة طفلهم، تقدرين تكلمينها بالموضوع، تشاورينها بالموضوع، تفتحين معها الموضوع، بس إذا الواحد اندف يدافع عن نفسه، ما راح بالعكس تيقن أنه في مشكلة، بتخاف وبتحاول تثبت لك أنه ما فيها مشكلة. فإذا الأم ما اقتنعت والأب ما اقتنع، يفضل أنكم بس تفتحون الموضوع معهم كمشاورة كحديث، وليس شيء عنيف، يعني باحترام علشان ما ينشزون من الموضوع، وبعدين الخاسر بالنهاية له الأب ولا الأم ولا أنتي، هو الطفل. طيب، تروح تقول متى من الممكن أن يتعلم الطفل لغة أخرى غير لغة الأم؟ يعني لغة ثانية، as soon as possible. ما في فرق صراحة لسنة إدخال لغة ثانية على حياة الطفل، الفرق كمية الاهتمام باللغة الأولى واللغة الثانية. إذا أنت قاعدة تعطين نفس الوقت للغة الأم واللغة الثانية، فأنت قاعدة تساعدين طفلك قد ما تقدرين. إذا أنت قاعدة تهملين اللغة الأم وتعطين الطفل اللغة الثانية فقط، فأنت صراحة حرمتي الطفل من أنه يتعلم لغة المجتمع اللي هو عايش فيه. فهي ما تفرق السنة، كل ما بدخلتيها بدري كل ما صار أسهل على الطفل أنه يسمعها ويستسيغها، زي ما قال البنات في المحاضرة. الفرق راح يكون بالاهتمام والوقت المنصب على اللغة الأولى والثانية. طيب، شاكرا لك مسحلة. Thank you. ختاما، أرجو أن نكون وفقنا في توضيح هذا الموضوع الذي يعتبر الآن من المشاكل الشائعة لدى الأطفال. إن شاء الله أنكم استمتعتوا بالمحاضرة واستفدتوا،
وإن أحسننا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا، سائلين الله التوفيق والسداد. شكرا لحضوركم جميعا، شكر خاص لجمعية السعودية والأمراض السم والتخاطب، شكرا لضيفتنا الأستاذة حلا الميموني لإعطائنا من وقتها، والأستاذة نورة المعطش لإشرافها على هذا العمل.